لأول مرة يا الناس كنلقاهم في أكسيون، جابوا لكم البنات ريدويات ديال المبرة، شي حاجة واعرة الأخوات هانتوما، ريدويات عرفتي المبرة ديالهم كتجي رطيبة، وجايبين لك أختي حتى المخدة، هانتوما البنات باش ديروا الأونسومبل. أول مرة كنلقاهم البنات والله إلا بحال كيحطوا في السلعة الجديدة أختي ديال أكسيون باقي سخون. جبت لكم واحد الماسك قنبله يا البنات بالنسبه للشعر المتقصف الشعر المتضرر، جبت لكم هذا الماسك ديال لوف بيوتي اللي داير 10 اورو في المغازه، وهنا اختي داير اورو 99. بالنسبه اختي الا شعرك متضرر ولا اختي كيتخبل لك ما كيبغيش يتحل، والله يا البنات وتجربوا وترحموا لي الوالدين عليه. اخر ما كاين في اكسيو البنات، شوفوا جابوا لكم الطبيله، لو بغيتي اختي ديري هكا فريريقه ديري فيها لي فخواسك عرفتي كتجي غزاله ما شاء الله يا البنات. اخر ما كاين في اكسيو، اول مره يا البنات كنلقى هاد لي بلاد هادو عرفتي عجبتني الكاليتي ديالهم، كتجي غزاله فنه فيهم اختي 150 على 200 ودايره ليهم البنات غير نافوغو 95، والله يا البنات الى ثمن مناسب ما شاء الله. اول مره كنلقاهم في اكسيو البنات، كيجيو زوينين اختي هكا فيهم ثلاثه ديال القريعات وبالطبيله ديالهم، كيجيو اختي بالقفاله وبهذيك العويشقه ديالهم، تقدري ديري فيهم لي تيزان السكر اللويزه، تقدري ديري فيهم الطبزيره، شي حاجه زوينه يا البنات. اول مره كنلقاهم هنا في اكسيو. هادو هما الموديلات اللي تاخذوا لوليداتكم ديال الحلوه من اكسيون اللي حلال البنات، ما فيهم حتى شي حاجه، هادو كلهم يا البنات حلال، كلهم حلال ما فيهم والو يا الاخوات. كتخليهم البنات حتى الخمسه حتى العشرة دقائق. شو البنات هانتوما ما شاء الله، شو الاخوات كلشي كياخذ منهم والله يا البنات. هادو هما اللوينات اللي فيهم بثلاثه، شو البنات شوف ما شاء الله كلشي كيتخاطف عليهم. احسن كريم نقدر اختي ننصحك بها هنايا في اكسيو هي هاد الكريم، هادي طبيعي يا اختي 100% وفيها ديال الليل وديال النهار، كتصفي الوجه يا البنات، وعن تجربه اخواتي عن تجربه. هاد المانيزيوم يا البنات غير كيحطوه كيطير هنا في اكسيون، شي حاجه زوينه يا البنات واعره بالنسبه للاخوات اللي كيطير عليهم النعاس بالليل، بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل عندهم الاعصاب عندهم، هذا اختي ضروري تاخذيه غير مره في العام اختي، مره في العام بحال وبحال ديال لا فارماسي، لا ديفيرونس غير الثمن، هنا داير اورو 99 وفي لا فارماسي البنات راه غالي. شوفوا البنات لقيت هاد السيده هي خداته، قالت لي والله الا كنديروا الحنيكات ديالي، قالت لي هي اللي كتستعمل البنات راه قوريه شي فولاتيستي صافي لونطون سي. وي 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 سيتي افون ليتي وي. شوف البنات والله العظيم ها هو ميرسي بوكو، قالت لي والله قالت لي الا كنستعمله شي حاجه زوينه. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. خصكم بشرى جات اليوم الأربعاء الأكسيو أخواتي، بزاف البنات غيقولوا لي بشرى واش أكسيو محلول الأربعاء؟ أختي راه أكسيو محلول، غير هي ما عرفتش البنات واش أكسيو ناش كلهم، أنا دابا كنصور في أكسيو ديال فالمي البنات، وبالنسبة للبري مارك هو الأخوات راه محلول، يعني بالنسبة للبنات اللي باغي يمشيو للبري مارك ولا الأكسيو راهم فاتحين. المهم زوينة ديالي عرفتي هذا الفيديو إن شاء الله غيكون مطرطق جايب لكم بزاف ديال الميزات. أول حاجة غنبدا لكم بهذا الديميلوغ هذا البنات ابخي شامبوان، شي حاجه يا البنات ما لقيتش الشامبوان ديالو للاسف البنات، هذا اختي الجديد ديال ماشي الجديد جابوه ماشي بزاف هذا، ولكن والله يا البنات هضره لا مارك ديال لوف بيوتي البنات، شي حاجه طبيعيه 97% اوريجين ناتشور، في بلايص الاخرى اخواتي داير 10 اورو، يلاه يا البنات الا داير 10 اورو هنا في اكسيون داير اورو 99. هذا اختي بالنسبه للشعر المتقصف الشعر المتضرر، بالنسبه للاخوات اللي فاش كتغسلي شعرك اختي وكيتشعكك لي كيتخبل لك الشعر، هذا والله اختي تترحمي لي عليه الوالدين عرفتي. غير جاني ميساج من عند واحد المتتبعه ديالي قالت لي بشرى اختي الله يرحم لك الوالدين، قالت لي انا الشعر ديالي كيطيح وفاش كنغسل شعري قالت لي ما بقيتش كنمشط شعري، لان فاش كنبدا نمشط شعري ابري قالت لي قالت لي زعما كيطيح لي بزاف، قالت لي اما هذا من نهار غسلت به اختي بشرى قالت لي والله ما بقيت كنحتاج، قالت لي عرفتي كنخرج من الدوش شعري مسبسب. والله يا البنات الا جربوا غترحموا لي الوالدين، شي حاجه البنات مصايب من الزيت ديال الكوك ماشي بزاف، هذا باش جابوه داير غير اورو 99 وكيطير البنات، كاين هو شامبوان ديالو شامبوان ما لقيتوش، لقيت البنات غير الماسك ديالو، شي حاجه خطيره يا البنات اللي جابوه في اكسيون وجربوها، والله يا البنات الا كنصحكم جربوها خصوصا اللي كيتخبل لها الشعر ديالها راه والله خشيت ترحمي لي الوالدين عليه. جوج اللي بقاو البنات انا صورتهم لكم، واحد المتتبعه ديالي بغات تاخذهم والله يا البنات الا شي حاجه واعره بصحه، تحيه الناس ديال الجزائر والله يا البنات الا جات من الجزائر جايه هنا فاكونس، الله يديك حبيبه بخير على خير، يعني عرفتي غير الصوت، ربي يحفظك حبيبه بالصحه والراحه، شكرا زينه ربي يحفظك اختي ربي يحفظك.
وبغيت نبارطاجي معكم البنات هاد المغنيسيوم هذا اللي شي حاجه واعره. شوفوا البنات بالعصطه بقى واحد، ها هو المغنيسيوم، ها هو اختي المغنيسيوم، والله الا بقى واحد. وهذا اللي بقى غنعطيه للاخت الجزائريه، لان مسكينه غتمشي نهار الجمعه، قلت لها خذي المغنيسيوم، قلت لها خذي فيتامين بي، وقلت لها خذي حتى هذا ديال الشعر، قلت لها خذي هادو، قالت لي غادي ناخذهم كاملين لان زوينين البنات، وها هما فيغان، يعني اوريجين ديالهم طبيعي، ما كاينش حيواني، يعني ما عندكم مناش تخافوا، حلال اختي، ما عندك مناش تخافي، دير اورو 99. هذا اختي لاش كيليق، هذا اختي بالنسبه للضغوطات يعني اللي كنعيشوها، المشاكل وهذا ولي ستريس، الانسان ما كيجيش نعس بالليل، كتمشي تنعسي الجسم ديالك كتلقيه كيزلح عليك، ديما سخفانه. هذا اختي زوين، هذا واخا تاخذي اختي غير مره مره في العام، هذا مره ولا جوج المرات في العام ضروري اختي تاخذيه، وراه ما غاليش والله البنات، الا فلا فارماسي دير الثمن، وهذا ما بين هذا وديال لا فارماسي الفرق اللي بيناتهم اختي غير الثمن، هذا اورو 99 وديال لا فارماسي اختي راه دير الثمن. هذا كلشي كيهضر عليه زوين، ودرتو البنات حتى في لابليكاسيون عطاني زوين البنات، راه كيحطوه كيطير ما شاء الله. وكاين حتى هذا ديال الشعر اللي واحد الاخت كانت قالت لي اختي بشرى صوري لي مزيان، ها هو اختي راه هذا هو ديال الشعر وفيغا البنات، شي حاجه زوينه. هذا اختي بالنسبه اللي كيطيح لك شعرك، بالنسبه لتطويل الشعر والله البنات الا شي حاجه زوينه، فيتامين راه ما شاء الله اليوم لقيته بزاف، ما راه كيحطوه كيطير يا البنات. هادو هما احسن ما جربت في اكسيو، هادو هما لي غلوس اللي كنقول لكم كناخذ من اكسيو وما كنلقاهمش يا البنات، والله ما كنلقاهم. كاين فيهم البنات ثلاثه ديال لي موديل، عمري ما صورتهم لكم بثلاثه، ديما كنت كنصور لكم غير هادو بجوج. هذا اما هاد اللون هذا البنات عرفتي ما كنلقاش والله الاخوات، الا اول مره كنلقاه. هذا زوين، انا كنديرو لفمي البنات شي حاجه زوينه كيبقى لك النهار كامل ما كيتحيدش البنات. خذوا هذا اللي النمره ديالو 356، هذا اللي النمره ديالو 356 عرفتي كيجي غوز البنات، كيجي في الفم غوز زوين، خذوه على حسابي. وكاين هذا، هذا اختي كيجي ديال المناسبات، هذا كيجي شويه يعني ماشي حتى ديال المناسبات، يعني بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكا شويه فوق، هذا كيجي مجهد. انا هذا اللي كيعجبني، هذا اللون هذا اللي ما كنلقاش، الثمن ديالو اورو 19. وكاينين البنات هاد العكوره هادو اللي كيجي اللون ديالهم زوين البنات، انا ما استعملتهمش هاد العكوره، غير كيبان لي اللون ديالهم زوين، ما غاليينش البنات، دايرين اورو 19. وكاين هاد التراساج هذا اللي كيتماشى البنات مع هاد اللون هذا، شوف تقدري تاخذي التراساج وديري هكا الكلوس باش تجيك اختي هذاك الشيء يجيك ناضي. شوف البنات الثمن ديالهم ما غاليش، اورو 19. وكاينين هاد القلامات هادو ديال باش كتكحلي عينيك، شوف الاخوات هادو تا هما دايرين لهم 99 سنتيم. كاينين هاد التراساجات هادو اللي كانت واحد الاخت قالت لي والله بشرى الا استعملتهم الا شي حاجه زوينه، قالت لي كنديرهم هنا راه كتبين لك غير كتبان غير شي 10 دقائق ولا ما عرفت، هي قالت لي بشرى كنخليهم 6 ديال السوايع في عيني في حجباني، والله الاخوات الا قالت لي كنخليهم 6 ديال السوايع في الحجبان ديالي، وابخي قالت لي كنحيدو بحال واحد البلاستيكه، قالت لي وكيبقى لي حجمي الحجب ديالها مرسوم يعني 3 ايام 4 ايام، قالت لي ما كنقيش حجباني يعني ما كترسمهم ما حتى حاجه، غير هو البنات كل ياخذ على حساب لابو ديالو، حيت راه كاين الكلير كاين الفرونسي كاين حتى هذا الغامق هذا. شو البنات هادو كلهم تطواج ديال الحجبان اللي قالت لي الاخت والله اختي بشرى الا كنديرهم، قالت لي ما داروا لي حتى شي حاجه، قالت لي غير نصحي بهم البنات، انا ما استعملتهمش البنت اللي استعملاتهم. شو الاخوات كاين حتى هاد القلم هذا اللي حتى هو كيبقى زوين، حتى هذا البنات هذا ديال كتكحلي به عويناتك. شو الاخوات كيجي مع واحد الكوم من هنايا باش كتبقاي تقادي بهم العوينات. البنات غير واحد النصيحه بالنسبه للبنات اللي كيسيح لهم هكا الكحل، لان هذا باكثريه ديال الاكسيو البنات راه ماشي راه 19 ماشي ديال لا مارك، راه ماشي نكذب عليكم، ديروا هكا البنات الا عندك الفوندوطا ولا عندك هذاك البودر المضغوط ديال الفوندوطا، ديروا البنات تحت العينين ديالكم، ديري هكا ديري تحت العين ديالك، عاد اختي ديري التكحيله باش ما كيسيحش لك البنات باش ما كيسيحش لك البنات الكحل. والله الا انا ما كنكحلش البنات بزاف ما كنكحلش، ولكن انا نهار كنكحل كندير هذه الطريقه هذه باش ما كي باش ما كيديعش ليا البنات. زوين هذا راه غير اورو 19. وكاين البنات حتى هاد اونتيسيغن هذا، هذا حتى هو اللي زوين فيه البنات الدرجات. انا واحد القضيه غنوريها لكم كنديرها البنات، شفتوا يعني كل ياخذ على حساب لابو ديالو البنات. انا هذا كنديرو تحت العينين ديالي وكنديرو البنات حتى تحت الحاجب ديالي، فاش هكا كنطراسي الحاجب ديالي عادي كنشد واحد شويه من هذا وكنديرو تحت الحاجبه، ومن بعد كنابليكي باش كيبان لك تحت الحاجب نقي البنات، فهمتوا؟ يعني انا كنستعملو تحت العينين ديالي، وعندك تكثروا البنات ما تكثروش، غير واحد شويه كنابليكيه باش كتبان هكا تحت الحاجب نقي وكيبان وكتعطي النظره للعين زوينه. الثمن ديالو اختي اورو 29. وفاش ديرو تحت عينيكم ديما كنقولها لكم ديري شريطه هكا وشريطه هكا وخلي واحد شويه عاد ابليكي تحت العين، والله يا البنات راه العين كتعطي النظره للوجه، فاش كتكون هكا كتكون صافيه
راه اختي راه كيبان الوجه ديالك زوين وراه ما غاليش البنات، راه الثمن ديالهم اختي غير اورو 29. شوفوا هادو با شيخ، شوفوا يا البنات هادو راه قالوا لي في سيفورا دايرين 17 اورو. والله يا البنات شوفوا لي الاخت ها هي قالت لي اورو 44 الثمن ديالهم وطارو، قالت لي هادو زوينين، قالت لي نصحي بهم البنات، قالت لي هادو بالنسبه للاخوات يعني على حسب الصله. ها هي انت اختي جربتيهم؟ والله يا البنات الا ها هي السيده قالت لي جربت شي حاجه زوينه، ان البنات راه ديجا بارطاجيتو معكم دايرين 17 اورو في سيفورا، وهنا البنات راه دايرين اورو 40، اورو 44 هذا اختي كيتحيد. شو البنات بالنسبه دابا كدير الضفار ديالك كتبغي توضي، كتبغي توضي كتحيدي اختي الضفار ديالك، كتحيديهم كتوضي وكتعقبي تردي الضفران ديالك، فهمتي؟ يعني ماشي الاخرين كتحيديهم كترميهم، هادو لا اختي كتحيديهم وكتعقبي تركبيهم مره اخرى. ميرسي بوكو فريمون. والله يا البنات انا ما كانش كيحسب ليا كيتحيدوا، ولكن الاخت قالت لي لا لا اختي، قالت لي لا راه كيتحيدوا كيعقبوا يتركبوا. شفتوا البنات وفيهم اللوينات، كاين حتى هذا اللون سومو، والله الا زوين هذه القضيه هذه. شوف البنات كاين حتى هذا اللون سومو، يعني ديريهم اختي كاين حتى واحد اللون اخر، ملي لقيت غير هادو بجوج دابا كاين حتى واحد الموديل اخر، فهمتوا البنات؟ هادو اختي كديريهم ومن بعد كتحيديهم اختي، والله الا احسن حاجه، وتصلي اختي توضي وتعقبي تركبي الضفيرات ديالك، والثمن البنات راه ما غاليش. شوف البنات والله سلويلا سلو الكريون سي الكريون كي بوديستين. شوف شوف البنات والله العظيم الا سي فغي والله ميرسي بوكو. شوف البنات ها هما السيده والله الا قالت لكم هذا، قالت لي كلشي كيهضر عليه هذا الكريون السحري، شي حاجه واعره البنات اللي بارطاجيت معكم اورو 19. وتا السيده البنات شكرت لي هذا اختي ديال الحنيكات، والله البنات السيده قاوريه بحرام شات، قالت لي هذا كنستعملو من الصيف، قالت لي كنديروا الحنيكات ديالي شي حاجه واعره، والبنات راه الثمن ديالو ما غاليش اورو 59. هكا كتقادي بيه الحنيكات ديالك كيجيو الحنيكات ديالك غوز البنات، غوز انا عمري ما جربت والله البنات الا كنتفاجئ. قالت لي نو نو نو، قالت لي سي سوبر بيان، قالت لي شي حاجه اللي جربتها واعره، قالت لي من الصيف وانا كنديرو. واورو البنات اورو 59 يعني جربتي هذا تا هو؟ لا لا encore mais tout le monde en parle sur les réseaux, il y a beaucoup de شوف شوف البنات ها انتما قالت لي هذه الاخت هذه قالت لي والله اختي قالت لي راه كلشي كيهضر على هذا هذا البنات تطواج ديال الحجران، هذا هذا لا مارك ديالو البنات راه ديال لا مارك داير بحال الشكل لا مارك ديال الفوندوطا، هو البنات الفوندوطا شو البنات راه نفس لا مارك، لا مارك ديالهم البنات راه غاليه في بلايص اخرين، وهنا راه ثمن رخيص. هذه اختي كتجي بحال واحد الخليط كتخلطيه فهمتوا البنات وكديريه في الحجبان ديالك، انا نقول لكم شحال كتخليه كلشي البنات كيتخاطف عليهم. هذا كتخليهم من كتخليهم من 5 حتى 10 دقائق، من 5 حتى 10 دقائق وكتحيديهم. هذو البنات دايرين بحال هذا الشكل هذا البنات، غير هذا انا ما جربتوش، هذا المتتبعه ديالي جربتهم، يعني تقدري تجربي اي واحد فيهم يعني كيعطيو نفس المفعول. هذا كيبقى ديال لا مارك البنات، يعني كيبقى لكم نفس لا مارك ديال فوندوطا. وهاد الفندق البنات تا هو راه كيبقى زوين، راه ديجا بارطاجيتو معاكم اللي كيبقى شي حاجه زوينه. الثمن ديالو اختي جوج الاورو 39، كاين اختي فيه الكلاخ وكاين فيه الفونسي، يعني كل واحد البنات يستعمل على حسب الوجه ديالو. وانا كنصح اي واحد باغي يدير فندق يدير كريم ايدغاتاسيون اللي كديري اختي كل نهار، باش ما كي المهم حيت كاينين الاخوات اللي كيكون شويه لابو ديالهم ناشف، وفاش كدير فندق بشرى ليا ما شاء الله تلاقيت مع بزاف ديال المتتبعات. هذا البنات قلت لكم كاين الاخوات اللي وجههم ناشف، فاش كيديروا داك الفوندوطا بحال كيبان مقشبل في وجههم كيجي زوين، يعني كنصح انا ديري كريم ايدغاتاسيون وديري الفوندوطا كيبان لك في وجهك نقي البنات، اللي الثمن ديالو ما غاليش غير اوج الاورو 39. كنت البارح في اكسيون ديال طرار وكنت بغيت نبارطاجيها معكم، ما لقيتهاش يا البنات والله الا كطير. شوفوا لي ما شاء الله الكريمات كلهم باقيين اختي محطوطين، وهذه ما عرفتش البنات علاش كطير، ولكن راه شي حاجه زوينه هذه. والله يا البنات راه ديما كنقولها لكم الاخت ديالي كتستعملها بشره هي هذه لاباس. اوكي البنات عرفتي ما شاء الله تلاقيت مع بزاف الناس، قالت لي السيده مسكينه شكرا بنتي، قالت لي على حسب لي فاليز، قالت لي استفدت منهم والله الا كنفرح بزاف فاش كتستافدوا. المهم هاد الكريمات هادو شي حاجه زوينه البنات، هادي اختي راه فيها ديال الليل وديال النهار، قلت لكم الاخت ديالي كتستعملها والله الا كانت جات عندي شحال هذا وقالت لي بشرى نصحيني بشي كريم وقلت لها استعملي هادي. هادي اختي فيها الليل وفيها النهار لتصفيه الوجه البنات، وكتحيد حتى دوك التجاعيد الخفيفه، شي حاجه زوينه اللي كنصحكم بها. الثمن ديالها 3.99 اورو. حط البنات هاد الماورد هذا البنات شي حاجه زوينه، هو باش كنخلط الماسكات ديالي. والله البنات عرفتي راه شغنقول لكم شحال هذا باش كنستعملو، والله البنات الا شغنقول لك كثر من شي عام ونص هذا باش كنستعملو، هو باش كنخلط الماسكات ديالي شي حاجه زوينه اللي الثمن ديالو راه ما غاليش البنات غير اورو 99، زوين. وديما اختي كتلقيه هنايا في اكسيون، كاينه واحد السبراي حتى هي كنت كناخذها ما بقيتش كنلقاها، هذيك اللي كتجي فليش فليش البنات شحال هذا هما قاطعينها.
مره يا البنات كنلقى هذا الريدويات هادو ديال المبرا يا البنات، الكاليتي غزاله ديال المبرا، عرفتي واحد الكاليتي فنه مبرا يا البنات، كيجيو هكا شوف البنات ريدو، عرفتي اول مره كنلقاهم الجديده اختي وبالمخده، وطي البنات الى بحر كيحطوا فيهم، جبتهم لكم من الكرتونه باش نوريهم لكم سخان. شوف الاخوات المخده، ديري اختي هذا الريدو هذا وديروا يا البنات المخده، شوفوا لي الانسامبل هذه المخده البنات راه بحال اللون ديال الريدو، حتى هي راه كتجي هكا داك الخزيز الزوين، كتجي اختي في هذا العصافير والورود، والله البنات الى علم زوينه، اول مره البنات كنلقاهم، حيت البنات مازال ما نقدرش نقول لكم الثمن، مازال ما داروش لي بخي البنات، بحر كيحطوا فيهم. وحاطين هاد المخدات هادو البنات تا هما اللي ما كيبقاوش من الجديد، هادي شي شهر هذا باش جابوهم ولكن كيبقاو زوينين. كاين في هاد القهيوي هذا الاخوات، وكاين في هاد الكري هذا كيجيو ايطوال، ديري اختي هكا في الشومبره ديال بنيتاتك، ديريها فين ما درتيها زوينين. وكاين هاد الغوز بيبي زوينين، الثمن ديالهم 4.99 البنات، وراه كاينين حتى هاد المخدات في اكسيون، هادو راه ديما كاينين، فهمتوا البنات؟ هادو بحال دابا عندك انت الغشا وباغا مخده اللي تخشيها في داك الغشا، راه كاينين البنات هانتوما، كيجي فيها 45 على 45 سنتيمتر، الثمن ديالهم 4.79 ومحطوطين ديما البنات هنا في اكسيون، كاينين في كونتيتي كثير، في كونتيتي كثيره ما شاء الله. اول مره يا البنات كنلقى هاد لي بلاد هادو، عرفتي شي حاجه زوينه البنات، راه ماشي هما هادو، هادو راه وحدين اخرين، عرفتي الشكل ديالهم كيجي غزال يا الاخوات، نقول لكم العبار فيهم 150 على 200، بان لي الاخوات فيهم غير هاد الكاشيري هذا، ولكن عجبني البنات الكاليتي ديالهم، كتجي فنه، اللي اختي الثمن ديالهم 150 هنا 140، لا ماشي الثمن ديالهم هذا، 150 على 200، شوف تبقاو تردوا البال. هو هذا البنات الثمن ديالهم انا فوق 95، والله البنات ما غاليين الا ثمن زوين، وبان لي البنات غير الكاشيري اللوان الاخرين طاروا يا اختي. كاين البنات هاد لي بواط هادو اللي زوينين هادو اختي كيصلحوا لك، هادو البنات ديري فيهم هكا لي تيزان، شتو البنات كيجيو بواط غونجمون شي حاجه زوينه تقدري تخزني فيها اي حاجه، الثمن ديالهم 5.95. وكاين هاد لي بلاطو هادو البنات تا هما اللي كيبقاو زوينين، ايوا إلا طيح لهم البنات كلشي، كاين هذا الموديل هذا ما كيبقاش غالي البنات غير 4.79، كيجيو هكا مربعين، كانوا جابوهم ديك المرة دايرين دابا اختي خرجوهم مربعين، وكاين حتى هذا البلاطويات هذو اللي كنت بارطاجيت معاكم في أكسيو ديال طارا، هما البنات حاطينهم في أكسيو ديال فالمي، كيجي فيهم هذا النوار هذا، وكيجيو فيهم هذا القهيوي اللي الثمن ديالو 5.95، وكاين هذا الموديلات هذو تا هما البنات اللي كيبقاو زوين، هذو البنات ما كيجيوش ميغوار، هذو كيجيو هكا يعني ميتال، فهمتوا البنات؟ كاين اختي هذا النوار وكاين الابيض، هادو الشيء دابا اللي محطوط في اكسيون. وكاين حتى واحد الحاجه بغيت نبارطاجيها معكم هي هذه الاخوات، هادو البنات بحال دابا عندك شي ماريو، عندك شي بلاكار، عندك شي مجوره، يعني تهرسات ليه اليد ديالو، حيديهم كاملين وبدليهم بهادو البنات، ولا باب ولا انا البنات بدلت الماريو ديال بنتي، حيدت ليه هذوك ديالو ودرت ليه جات بحال بحال، فهمتوا البنات؟ ولا بغيتي تغيري ليهم الديكور، هادو البنات راه كيتباعوا هنا في اكسيون وراه ما غاليينش غير 89 سنتيم. عجبتني البنات هاد القبيله هادي اللي كتجي زبونه فنه، اول مره كنلقاها هي الاخوات، كتجي هكا بالرجيلات، شو البنات فنه فنه، لقيتها البنات غير فهاد النوار هادو، كاين البنات ما عرفتش الثمن ديالها، اول مره كنلقى هاد الستيل هذا. شوفوا البنات شنو درت لكم، عجبني ما لقيتش الدوغي لهاد الطبيله هادي، يعني تقدري استعملات كفراقه، فهمتوا الاخوات؟ تقدري هكا تحطي فيهم لي فخواسك، ما لقيتش البنات هاد الوريقات بالدوغي، كان غيكون احسن ولا بالارجنتي، لقيت غير هاد النوار ما جاش باين بزاف، شفتوا؟ ولكن عجبتني زوينه، يعني تقدري البنات انا عطيتكم غير مثال، تقدري تستعمليها لاي حاجه. اول مره كنلقى هاد لي بول هادو ديال اينوكس البنات زوينين، هادو اختي كيجي فيهم العبار كيهزوا لك حتى الجيطرو ونص، هاد اختي يعني ما كتكوني تخدمي فيهم ما كيتزعزعوش، شو البنات كيبقاو لاصقين في بلاصتهم، وكيجي اختي ديال اينوكس شي حاجه زوينه، تخلطي فيه الكيك، تخلطي فيها اختي اي حاجه، اللي الثمن ديالو 2.99، كاين في هاد النوار هذا وكاين في هاد الكري. اول مره البنات كنلقى هاد الموديلات هادو شي حاجه زوينه، كيجيو اختي على هاد الشكل هذا، تحطوهم هكا فوق البوطاجي، ديري فيهم اختي لي زيبيس، تقدري اختي ديري فيهم هكا على حساب لي تيزان، شو البنات ديرين فيهم سنيده، ديرين فيهم اختي اللويزه، فهمتوا البنات؟ اول مره كنلقاهم كيجيو فيهم ثلاثه، وكتجي اختي بالعويشقه ديالها، شو البنات؟ اول مره كنلقاهم الثمن ديالهم اختي 3.99، وكيجيو بديك الطبيله ديالهم. واللي خصها يا البنات شي غلاي، والله الاخوات الا كننصحكم بهذا ديال اكسيون، كيجي اختي الشكل ديالو على هذا الشكل هذا، الشكل اختي كيجي فن، شو البنات كيجي علم زويناته، شو عجبني الشكل ديالو هذا اختي، كلشي كيهضر عليه خداو الاخوات وصدق ليهم زوين. هذا نقول لكم الثمن ديالو
الثمن ديالو اختي 19.95 فيه E3.7 شي حاجه زوينه البنات، وفيه 2200 واط وثلاث سنين ديال الغارانتي، ولا مارك كارتي ديال نجليز البنات، لا مارك ديالو ديال نجليز. والله الا بنات الا واحد الكاليتي غزاله الا خديتوه ما غاديش تندم. كانت واحد الاخت رسلت لي ميساج قالت لي اختي بشرى بارطاجي معنا لي بومبو حلال. هادو البنات راه كلهم حلال اخواتي، كاين هاد الموديلات، كاين حتى هاد الموديل هذا ديما كناخذهم انا من اكسير وليداتي، هادو حلال اختي ما فيهم والو. كاين هاد الموديل هذا، وكاين البنات حتى هاد الموديل هذا حلال، هذا ديال البنان، هذا البنات €79. كاين هاد الموديل هذا حتى هو حلال، كاين اختي هاد الموديل هذا، كلهم البنات هادو موديلات حلال، عطيهم لوليداتكم ما عندكم ناش تخافوا. وهاد الموديل هذا البنات الثمن ديالو €49.